والآن مع كلمة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المؤتمر، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين. الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، معالي وفضيلة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الأوقاف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي جمهورية لبنان الشقيقة، سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف ووكيل أول مجلس النواب، سعادة الدكتور محمد بن مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معالي الدكتور الداه ولد سيدي أعمر طالب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بدولة موريتانيا الشقيقة، السادة الوزراء والمفتون والسفراء والعلماء، سيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، السادة الأئمة الواعظات الفضليات الجمع الكريم. بداية أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضل سيادته برعاية هذا المؤتمر واهتمام سيادته الشديد بدعم الخطاب الديني الوسطي المستنير. كما يطيب لي أن أنقل لحضراتكم جميعا تحيات معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي شرفني بأن أكون نائبا عن سيادته في افتتاح هذا المؤتمر، وأن أرحب بحضراتكم جميعا في بلدكم الثاني مصر الكنانة مصر الأزهر الشريف. وبعد، فإن قوة الدولة قوة لجميع أبنائها، قوة للدين، قوة الدولة قوة للدين وقوة للأمة. وقد قالوا: رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة، لأن الأول له دولة تحمله وتحميه، والثاني لا ظهر له كما يقولون. ومن ثم كان بناء الدولة وتقوية مؤسساتها مطلبا شرعيا ووطنيا وحياتيا لجميع أبنائها، وبقدر إيمان كل منهم بحق الوطن وقوة انتمائه إليه وعطائه له واستعداده للتضحية في سبيله تكون قوة الوطن. وبقدر اختلال هذا الانتماء أو ضعف ذلك العطاء والنقوص عن التضحية بالنفس أو المال في سبيل الوطن يكون ضعف الدول أو سقوطها أو تمزقها. كما أؤكد وباطمئنان شديد وبدراسة دينية وعلمية وافية ومستفيضة أن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الوطن إلا به. على أن مسألة بناء الدول ليس كما تظن أو تدعي الجماعات التي لا خبرة لها في إدارة الدول قضية هواية،
ليست أمرا سهلا أو هينا. بناء الدول عملية شاقة شديدة التعقيد، تحتاج إلى خبرات تراكمية كبيرة وإرادة صلبة وعمل دؤوب ورؤية ثاقبة في مختلف المجالات والاتجاهات التي تعزز قوة الدولة وتحافظ على أمنها واستقرارها. مع القدرة على قراءة الواقع العالمي وفهم تحدياته وفك شفراته وحل طلاسمه والتعامل معه على أسس علمية ومنطقية في ضوء تلكم الخبرات المتراكمة، مع تأكيدنا أن الأمم والدول لا تبنى بغير العلم والعمل الجاد. أروني أمة بلغت مناها بغير العلم والسيف اليماني. الأمم لا تبنى بغير العلم والعمل الجاد والجهد والعرق، فالأمم التي لا تنتج مقوماتها الأساسية وتكون عالة على غيرها لا تملك كلمتها ولا استقلال قرارها. وإلى جانب العلم والعمل، لابد من الولاء والانتماء للوطن وإيصال مصالحه العامة على المصالح الخاصة والشخصية، وإدراك أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن كل ما ينال من قوة الدولة أو كيانها يتنافى مع كل الأديان والقيم الوطنية والإنسانية، فالتضحية في سبيل الوطن والشهادة في سبيله من أعلى درجات الشهادة في سبيل الله عز وجل. كما أنه لا بقاء لأمة أو حضارة بلا قيم ولا أخلاق، فالأمم التي لا تقوم ولا تبنى على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأسس قيامها ومصيرها إلى الزوال والاندثار. وعلينا أن نفرق بوضوح شديد لا لبس فيه بين فقه الدول وبناء الدول والوعي بالتحديات التي تواجهها وسبل الحفاظ عليها ومشروعية الدفاع عنها، وبين نفعية الجماعات المتطرفة التي تعمل على إضعاف الدول قصد الإيقاع بنظامها وإحلال الجماعة محله، حتى لو أدى ذلك إلى إسقاط الدولة أو محوها من خارطة العالم بتفكيكها إلى كيانات صغيرة لا تنفع ولا تضر، أو حتى بشطبها نهائيا من عالم الوجود كدولة بتمزيق أوصالها وتزويبها في أمم أخرى أو ثقافات أخرى، فهذه الجماعات لا تقوم إلا على أنقاض الدول، ومصلحة الجماعة عندهم فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة وفوق الدين نفسه. إن محاولة الجماعات الإرهابية إعادة تمركز عناصرها كما اطلعنا أمس وشاهدنا فيما عاده شبابنا من شباب البرنامج الرئاسي في اللقاء المفتوح أمس، ورأينا كيف تحاول الجماعات الإرهابية إعادة تمركزها في نحو 52 دولة حول العالم لإعادة بناء صفوفها والانقضاض على ما تستطيع من الدول حال ضعفها، مما يتطلب منا العمل الجاد لتفنيد أباطيلها وأغاليطها المنحرفة المدمرة للأوطان والدول، مع تأكيدنا أن هذه الجماعات ما هي إلا أدوات مستخدمة لقوى لا تريد لأمتنا العربية ولا الإسلامية القوة ولا الاستقرار. ونؤكد أن فقدان الوطن
يعني فقدان الذات وفقدان الهوية وفقدان الدفء وفقدان الأمان. ضياع الوطن يعني ضياع كل شيء، يعني الهوان والذل والشتات والغربة والحصى على مرابع الصبا، ويعني بالضرورة فقدان كثير من الأهل والأحبة ورفقاء الدرب والعمر. وقد قالوا: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل لوطنه فانظر إلى مدى ولائه له وحنينه إليه، فمن لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه أصلا. وإذا كان الحكماء يقولون: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرف قيمتها الحقيقية إلا المرضى، فالوطن تاج على رؤوس العقلاء، لا يعرف حقيقته حق المعرفة إلا من فقده وصار في شتات. وقد ذكر لنا التاريخ البشري على اختلاف دوله وعصوره نماذج مأساوية لفقدان الوطن وما تعرض له فاقدوه من ذل وهوان، حيث يقول الشاعر الأندلسي أبو البقاء الرندي في وصف ما حل ببعض ملوك الطوائف: بالأمس بالأمس كانوا ملوكا، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم هم في بلاد الشر عبدان. مع استماحة أبي البكاء عذرا في تعديل بيته بما يناسب الواقع. وباستقراء التاريخ، وهذا هي بيت القصيد، باستقراء التاريخ نجد أنه لم تسقط دولة من الدول على الإطلاق عبر التاريخ البشري إلا وكانت الخيانة الداخلية من بعض أبنائها أحد أهم عوامل سقوطها، مما يقتضي التنبه لخطورة الخونة والعملاء والمأجورين، ويتطلب أن يكون صوت الدولة تجاه هؤلاء عاليا وقويا، وسيفها مسلطا على رقاب كل الخونة والعملاء ومن يدعمهم أو يأويهم أو يتسطر عليهم، لأنهم خطر دائم على الدين والدولة. العلماء الأجلاء السادة الحضور، نؤكد حتى نزيل ما تسوقه الجماعات المتطرفة، نقول: نحن لا نخترع دينا جديدا ولن يكون، ولن نسمح بالمساس بثوابت ديننا ولن يكون، إنما نبحث عن الفهم الصحيح للدين الحق بتقويم معوجة من الأفهام وتصحيح من حاف من مسارات الفهم عن عمد أو جهل، ومهمتنا هي نفي انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين والمتاجرين بالدين، وقطع دابر التطرف الفكري وسد منافذه، وعدم السماح باكتساب المتطرفين أرضا جديدة، والعمل على محاصاة التطرف والمتطرفين والقضاء عليهم حيث كانوا. وهذا يتطلب أن نكون على يقظة تامة، وألا نغفل عن قضيتنا أو تغفو أعيننا عنها، حيث يقول الحق سبحانه: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا شك أن العلم والفكر والثقافة أحد أهم أسلحتنا في مواجهة التطرف والإرهاب، وهو ما يتطلب منا جهودا مضنية لتصويب ما حذفته الجماعات المتطرفة من مفاهيم الخطاب الديني السمح الرشيد. علماءنا الأفاضل: إن الحرب ضرس، وقد كشرت لنا عن أنيابها، فيجب ألا نتأخر حتى لا تكون عظتنا بأنفسنا. وقد قالوا:
العاقل من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، أو أن يكون أو أن تكون نتيجة تأخرنا هي ما قاله الشاعر العربي: ولقد نصحتهم بمنعاج اللواء، ولقد نصحتهم بمنعاج اللواء، فلم يستبين النصح إلا ضحى غدي. أسأل الله أن يوفقنا لخدمة ديننا وأوطاننا وأمتنا وسلام الإنسانية، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.